السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نبدأ معاكم كورس Statics and Dynamics Chapter 1. نبدأ باللكتشر 1-1. شوفي What is Mechanics Fundamental Concept. What is Mechanics؟ أي شيء الميكانيك؟ نأخذ أول مثال. في عندي هذا الجسم أثرت عليه قوة Force هنا والكتلة تبعه M. إيش هو الميكانيك؟ الميكانيك يصف لنا الحركة، تأثير هذه القوة على هذا الجسم في حالتي الحركة والسكون، ويخمن كمان اللي ممكن يحصل بعدين. أثرت هذه القوة على هذه الكتلة هتتحرك بسرعة كذا أو acceleration أو كذا، هذا هو البريدكشن. ممكن يصنف الميكانيك إلى ثلاث أصناف: الريجيد بادي اللي هو لما يكون الجسم عندك ما هو قابل للتشوه، يعني يبقى على شكله دائما، ينقسم إلى قسمين statics and dynamics. وفي عندك deformable الأجسام اللي ممكن يحصل فيها تشوه، والفلوز اللي هي السوائل أو الموايع. نحن حنركز وين؟ حنركز على الريجيد بادي. ميكانيكس هي علم تطبيقي وليس علم ايش؟ نظري او علم صرف. الميكانيك طبعا هي الاساس لاغلب العلوم الهندسية، ويعتبر كمان متطلب سابق وغير لا غنى عنه لدراسة هذه العلوم. نشوف بعض المفاهيم الاساسية. ناخذ اولا السبيس. لاحظ هنا اذا عندي هذا الجسم معين موجود عند نقطة P، هذه الأوريجين تبعي، هذا المرجع اللي أنا عنده. فإيش هو السبيس؟ السبيس هو مرتبط بإيش؟ بمفهوم البوزيشن اللي هو الموقع. أنت حتقول أنا هنا موجود، حتقيس المسافة، حتقول المسافة اللي موجود أنت عليها، تقول هذه P موجودة على مسافة 1 كيلومتر مثلا. إذن هذا هو سبيس. التايم definition of event required specification، أي ظاهرة معينة حصلت في أي مكان، حتقول حصلت مبارح على مسافة 5 كيلومتر مثلا. إذن محتاج فيها أنك تقول الزمن والموقع. عندك الكتلة تستخدم لإيش؟ لتمييز والمقارنة الباديز الأجسام فيما بينها. إذا كانت خفيف كتلته صغيرة، إذا كان ثقيل كتلته كبيرة. الفورس تمثل ايش؟ تأثير جسم على جسم آخر. ميزاتها لها point of application, magnitude and direction، هذا نشوفه بالتفصيل إن شاء الله. طبعا ما دام الفورس مش انت تأثر بهذا الاتجاه، ما دام الاتجاه مهم فهي تعتبر متجه. نيوتونيان ميكانيكس، المفاهيم الثلاثة هذه اللي شفنا، هذه تعتبر absolute concepts، هي مفاهيم مطلقة. إيش مطلقة؟ يعني ما فيها اللي يرتبط على الآخر، كل واحد منهم مستقل بذاته. لكن الفورس هذه تعتبر إيش؟ ترتبط بهذول الثلاثة، ترتبط بالماس كتلة الجسم والتغير في سرعته مثلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.